كيف؟ ما شربتش كيف؟ ازيك يا فاطمة؟ تصبح على خير يا بابا. لا اقعد يا فاطمة، عايز اتكلم معاكي بعد اذنك يا عم. مش خلصنا كلام ولا هنقعد نعيده؟ ده حتى الموضوع بقى دمه تقيل قوي. الموضوع اللي بقى دمه تقيل يا فاطمة، الموضوع اللي مش عايزه تفتحي معايا اصلا. اقعدي لو سمحتي. مش هكلمك بالدين عشان ما ترديش عليا رد زي بتاع الصبح. في مثل بيقول تعرف فلان قال له اعرفه، قال له عشرته قال له لا، قال له يبقى ما تعرفوش. تعرف ان الراجل اللي قال المثل ده هو نفسه اللي قال المثل بتاع اللي اختش وماتوا؟ مفيش حاجة حلوة مع الشاي ولا ايه يا عم؟ في خير ربنا كتير. مفيش حد وحش في كل حاجة، ومفيش حد حلو في كل حاجة، كل واحد عنده علة وفضل. وقسما بالله العظيم لو عليا ما اقعد القعده دي ولا استحمل كلامك. بقول لك يا خالد، ما سالتش نفسك انا رافضاك ليه؟ ما فكرتش عمرك انا ليه حتى ما بطقش اسمع منك كلمه؟ صدقني لو فكرت اكيد هتتغير، وساعتها برضو مش هيبقى فارق لي في حاجه، بس احتمال يفرق لك انت. على الاقل ممكن تبقى بني ادم طبيعي مش بمليون وش. فاطمه انا بحبك. هو انت ايه؟ ما بتحبش؟ ما عندكش دم؟ يا خالد انا بحبك ولا عمري حبيتك ولا هحبك، ولو انت عندك دم تطلع من الباب ده وما ترجعش تاني. ايه يا فاطمه؟ طلعني من دماغك يا خالد ومالكش دعوه بيا، عشان خاطر ربنا مالكش دعوه بيا. مش هعرف يا فاطمه،